نقول لك مساء الخير بادلو، مساء الخير عليك بادلو ديفيز، بنرحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ديفيز معانا؟ صوت واصل ولا؟ جزيلا شكرا جزيلا على استضافتي على قناة النادي الأهلي. بنرحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. من خلال خبراتك اللي على مستوى دوري الأبطال الأفريقي، شايف رؤيتك لدور المجموعات في طبعا بطولة أفريقيا القادمة، وكمان الدور المهم اللي طبعا بنتكلم على جنوب أفريقيا، وجنوب أفريقيا كانت بتشكل في يوم من الأيام عن طريق طبعا أنديتها من الأندية المصنفة للحصول على هذه البطولة. شفت إزاي ال 16 فريق اللي وصلوا لدور المجموعات في دوري الأبطال الأفريقي؟ نعم، أنا فقط مصدوم قليلا من خروج تيبي مازيمبي من البطولة، لكن الآن لديك الترجي، لديك الأهلي، لديك الوداد، لديك الزمالك. أعتقد أن السيطرة ستكون مرة أخرى لدول شمال أفريقيا، ولكن أعتقد أن دول جنوب أفريقيا مثل سان داونز سيكون لها حظ وافر في المنافسة. ما فيش شك طبعا، سان داونز من الانديه الكبيره وليها باع على مستوى دوري الابطال الافريقي. شايف حظوظه ازاي، وخاصه انه بدا بدايه قويه جدا فريق سان داونز وتاهله لدور المجموعات يمكن بسكور كبير جدا جدا، 15-1 يمكن وصل لدور المجموعات. لكن التنافس، شايف مين يكون هو الموجود على الاقل في المربع ده؟ ببدري نقول كده، ولكن بنتكلم على الانديه على مستوى جنوب افريقيا. وفريقي المنافس سان داونز هو اكبر فريق مرشح من جنوب افريقيا للتاهل للمراحل الاقصائيه. اعتقد ايضا ان لدينا كايزر تشيفز واورلاندو، ولكن الاهلي والوداد خصوصا هما والزمالك هذا الموسم بالطبع، اعتقد ان سيكون لهم موسما قويا في التنافس مع سان داونز. ولكني لست متفائلا للحد الذي يجعل سان داونز ينافس على البطولة. أعتقد أن سان داونز قام بإجراء الكثير من التعاقدات الجيدة. أعتقد أن الفريق يتعاون معا والفريق جيد، ولكن هذا الموسم أعتقد أنه سيكون موسم الأهلي وسان داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا. ديفيز، برضه هاخد من كلامك، خلاص المنافسة انحصرت شوية في أندية شمال أفريقيا، عايز اعرف منك السبب، ايه السبب على مستوى يعني طبعا الفرق الافريقيه الاخرى، لماذا انحصرت المنافسه او البطوله على فرق شمال افريقيا؟ ما ينقص بعض الانديه في افريقيا وخاصه في جنوب افريقيا للعوده تاني للمنافسه على هذه البطوله؟ اعتقد اننا يجب علينا أن ننظر إلى حجم التعاقدات وكيف تدار الأندية. أعتقد أن الميزانية في أندية شمال إفريقيا كبيرة جدا. أعتقد أن سان داونز هو النادي الإفريقي الوحيد الذي يقارب هذه الأندية العربية التي ذكرت. أعتقد أن لا ليس كل الأندية الإفريقية لديها القدرة على منافسة الأندية العربية وأندية شمال إفريقيا. أعتقد أن استخدام الكثير من التعاقدات وتطوير الأندية وتطوير الكرة الإفريقية ككل، كأفريقيا الوسطى وجنوب أفريقيا، أن تلحق بركاب هذه الأندية العربية التي تسيطر بالفعل كما وصفت أنت على الكرة الإفريقية على مستوى الأندية. يجب أن ننظر بشكل أعمق إلى تعاقدات الأندية
وتطوير الأندية على مستوى المنشآت وعلى مستوى القطاعات. يجب علينا أن نلحق بركاب هذه الأندية، ليس فقط بالكلام ولكن وليس فقط عن جنوب أفريقيا، ولكننا نتكلم عن أندية أفريقية عموما، وأن نلحق بالأندية الأوروبية. لدينا الآن لاعبين شباب يلعبون في منذ مراحل التأسيس بالأكاديميات في أوروبا، لديك الآن لاعبين محترفين في أوروبا. إذا كان لديك هؤلاء اللاعبين المحترفين في أفريقيا، فلست بحاجة إلى النظر لمستوى المنافسة المحلية. الآن أنا لا أتكلم الآن على جنوب أفريقيا بالتحديد، أنا أتكلم على أفريقيا ككل. إذا كان لديك القدرة على التنافس مع الأندية الأوروبية، حينها سنقول أنك الآن لديك مكانة في العالم، ولديك أندية لديها القدرة على تطوير هؤلاء اللاعبين، ويكون لديهم المزيد من اللاعبين لإرسالهم إلى أوروبا. بس في كمان شيء مهم جدا يا ديفيد، كمان وجود أكاديميات الأندية الأوروبية المنتشرة في أرض ويعني في أندية أو في مناطق ودول أفريقية كثيرة جدا. وجود أكاديميات من الأندية الأوروبية موجودة في أفريقيا بشكل مكثف، وبتفرغ الأندية الأفريقية من هؤلاء النجوم. فأنت شايف حل هذه المعضلة إزاي؟ طبعا الأكاديميات مفتوحة هناك يعني، وبتاخد اللعيبة المميزة بتسفرها بره، وبالتالي عملية تفريغ اللاعبين الأفارقة من سن صغيرة وانتقالهم للقارة الأوروبية بيضعف كثيرا جدا من الأندية الأفريقية. دي مشكلة. أعتقد أن هذا شيئا جيدا، وجود هذه الأكاديميات هو أمر صحي على إخراج مواهب إفريقية أكثر لأوروبا، ولكن على الأندية الأكبر في أفريقيا أن تركز. أنا أتكلم عن الأهلي، الزمالك، الوداد، سان داونز، أورلاندو بايرتس، كايزر تشيفز. هذه الأندية يجب عليها أن تستثمر في مواهبها كما تفعل الأكاديميات الأوروبية في أفريقيا، أن يكون لديك القدرة على إخراج المواهب المفيدة لناديك ولمنتخب بلادك. هذه الأكاديميات تؤسس بالفعل، ماميلودي سان داونز الآن يفعل هذا، ولكن على باقي الأندية كالأهلي والوداد وكايزر تشيفز يجب عليهم أن يلحقوا بهذه الأكاديميات، أن ينتجوا لاعبين أكثر، أن ينتجوا مواهب أكبر لبلادهم. لا نتحدث فقط عن لاعبين مشهورين، ولكن نتحدث عن كثير من المواهب الأفريقية التي تلعب في أكبر الأندية في العالم. الآن هذه الأكاديميات لديها القدرة على إنتاج هذه المواهب وعلى تطوير هذه المواهب، ولكن لديك الأهلي، لديك مازيمبي، لديك سان داونز، لديهم القدرة على منافسة هذه الأكاديميات. أعتقد أن البلاد الإفريقية الآن لديك منتخبات إفريقية لديها القدرة على الوصول إلى السيمي فاينل في كأس العالم بفضل هذا المجهود، بفضل اللاعبين الذين يلعبون في أكبر الأندية في أوروبا. فبالتالي أنت لديك الآن الموهبة، ولديك الآن القدرة على تطوير هذه المواهب من خلال التدريب ومن خلال العملية الكشفية. مفيش شك ديفيز، طبعا وجود 2 لعيبة أفارقة من أفضل لعيبة على مستوى العالم، أفضل 5 لعيبة على مستوى العالم، نتكلم على ساديو ماني ومحمد صلاح، ده أكبر دليل أن القارة الأفريقية مليئة بالنجوم ومليئة بالمواهب الكثيرة جدا، وأكبر دليل البريمير ليج كل المواهب وكل القدرات الفنية الكبيرة على مستوى اللاعبين الأفارقة. لكن خلينا أرجع وأتكلم معاك على طبعا البطولة الأفريقية حاليا. هل أنت شايف، هل الاتحاد الأفريقي كمان لازم يعمل على تطوير هذه البطولة بشكل أفضل؟ هل شايف أن هذه البطولة يجب، بطولة أفريقيا الأبطال الدوري، هل يجب عليها أو على الاتحاد الأفريقي تطويرها بشكل أفضل لتكون على الأقل قريبة من دوري الأبطال الأوروبي؟ نعم، أعتقد أن إذا تحدثنا عن بطولة أوروبا أو بطولة إفريقيا فالفارق كبير. إذا نظرت إلى دوري الأبطال، وإذا نظرت إلى مستوى ما قبل النهائي والنهائي، وقارنت بين هذا المستوى ومستوى الأندية الأفريقية في نفس المرحلة، ستجد الفارق كبيرا. بالطبع هذه الفجوة بين البطولتين يقع على عاتق الاتحاد بالفعل.
طيب على اتفضل اتفضل. لو ان بطوله السوبر ليجا الان سيكون عليها سيكون ل... ع... سيكون لها امال كبيره لدى الجمهور الافريقي اذا تحققت. طبعا كمان قبل ما نختم معاك كمان حابين تقول رساله لبيرسي تاو لاعب النادي الاهلي، الحمد لله عودته من الاصابه وامتثل للتدريب مع الفريق، تقول ايه لبيرسي تاو؟ I think Percy Tau is a huge asset in South African. Percy Tau هو مصدر كبير لكرة القدم الجنوب أفريقية، هو مصدر إلهام كبير لكرة القدم الأفريقية. لا أعتقد أن بيرسي تاو سأعتقد أن بيرسي تاو هو لاعب محترف جدا في جنوب أفريقيا، ناثق في تفكيره. حينما استخدمه كوتش بيرسي بيتسو موسيماني للأهلي كان على بيرسي تاو الكثير من الضغط، ولكن الآن بيرسي تاو لديه فرصة ليعود كما كان، ليثبت جدارته بتواجده في نادي كبير كالنادي الأهلي. أعتقد أن النادي الأهلي بالفعل سيستفيد من بيرسي تاو ويفوز بدوري أبطال إفريقيا في وجهة نظري. أعتقد أن بيرسي تاو سيكون من أفضل ثلاث لاعبين في النادي الأهلي إذا نظرت إلى دوري الأبطال مع النادي الأهلي. إذا لم تكن لاعبا جيدا فلن تشارك، فوجود بيرسي تاو الآن مع النادي الأهلي هي فرصة جيدة لبيرسي تاو ليعود مرة أخرى ويثبت جدارته. ديفيز بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا في المحترف وعلى شاشة قناة النادي الأهلي، شكرا جزيلا.